حلم العودة إلى الديار يشكل الشغل الشاغل لناجحي محافظة الأنبار في إقليم كردستان. سنكر التجربة اللي قام به نور المالكي رئيس الوزراء يوم أمس. تراهوات لأنصار التيار الصدري ترفض اتهامات المالكي للصدر وتدعو الأخيرة للتراجع عن قرار اعتزاله الحياة السياسية. يعني أنا ارتبيتنا عائلتنا الكبيرة فالحديقة انطيناها لأخويا بنا بيها فخالد بيتنا خنقة حقيقة. أزمة السكن تحاصر سكان العاصمة بغداد، الكثير من البغداديين يلجؤون إلى تقطيع منازلهم وتحويلها إلى منازل. وصلت المرجعيات الدينية والسياسية في العراق تحذيراتها من تلاعب بعض الجهات السياسية بنتائج الانتخابات من خلال شراء البطاقة الإلكترونية للناخب والتصويت بدلا عنه في الانتخابات المقررة في 30 من نيسان المقبل، إذ أصدرت لجنة الإفتاء في كردستان بيانا حرمت فيه بيع وشراء البطاقة الإلكترونية الانتخابية بعد توارد أنباء عن حصول تعامل بهذه البطاقة في بعض المناطق. وأكدت اللجنة بأن علماء الدين في الإقليم اتفقوا بالإجماع على إصدار فتاوى التحريم بخصوص بيع البطاقات إلى أي شخص أو جهة لأن ذلك يخالف الشريعة الإسلامية، كما أن الأطراف التي تشتري البطاقات لا تستخدمها لصالح المواطن وهذا ما لا يسمح به الشرع ويمنعه بشكل قاطع. وفي الأنبار رجح ناشطون أن تكون المحافظة الساحة الأولى لعملية شراء البطاقات مشيرة إلى أن هناك جماعات مرشحة للانتخابات وضعت خطة للاستحواذ عليها. وحذرت المفوضية العليا للانتخابات من العبث أو التلاعب بإرادة الناخب العراقي من خلال محاولات بعض الكيانات السياسية والمرشحين شراء البطاقة الإلكترونية الخاصة بالانتخاب. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا مقداد الشريفي لشرقية نيوز إن المفوضية شكلت غرفة عمليات لمراقبة ورصد الخروقات المتعلقة لشراء البطاقات الانتخابية وأنها لن تتردد مطلقا بإلغاء المصادقة على أي كيان سياسي أو مرشح يثبت تورطه بشراء بطاقات انتخابية. عملية التوزيع تجري بأمسية ومواطنين متفاعلين لاستلام هذه البطاقة، كون هذه البطاقة أصبحت الوثيقة من الوثائق الخامسة والوثيقة المهمة والتي حسب ما أعلمنا بأنها هذه الوثائق سوف تعتمد في تمشية معاملات المواطنين وعليه يوجد إقبال كبير من قبل المواطنين لاستلام هذه البطاقة وتفاعل على استلامها ويوجد ضغط على مراكزنا الخاصة بتوزيع هذه المراكز. تم استحداث أكثر من 500 مركز توزيع آخر لمعالجة الضغط الكبير على استلام البطاقات من قبل المواطنين، أن بعض المرشحين يحاولون شراء البطاقات من بعض المواطنين. المفوضية أؤكد من خلال قناتكم المفوضية ولم تتردد بأي كيان سياسي أو مرشح يحاول شراء البطاقة من إلغاء المصادقة عن الكيان السياسي وعن المرشح، لذا نحذر جميع الكيانات السياسية والمرشحين من العبث والتلاعب بإرادة الناخب. والآن لدينا غرفة عمليات تراقب بدقة أي خط من أي مرشح يحاول أو كيان سياسي يحاول أن يشتري البطاقة. أضف إلى ذلك موضوع شراء البطاقات وإنفاق الأموال من قبل بعض الذين يعبثون بإرادة الناخب سوف تفشل إن شاء الله، لأن المفوضية لديها إجراءات تكشف الشخص الذي يصوت خلاف لبصمته وعليه سوف نتخذ الإجراءات وسوف نصرح بأسماء الكيانات السياسية. للتواصل معكم أينما كنتم الآن بإمكانكم مشاهدة الشرقية نيوز عبر جهازين الآيباد والآيفون من خلال تحميل التطبيق المعد لذلك والموجود ضمن تطبيقات الأبل ستور. أهلا بكم من جديد. نجا مدير شرطة نينوى بالوكالة خالد سلطان الأجادي من محاولة اغتيال غربي الموصل وذلك في أول يوم لتوليه مهامه بالوكالة. مصادر أمنية قالت إن عبوة ناسفة استهدفت موكب الأجادي على الطريق العام في منطقة نفق الصحة الجانب الأيمن، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد حمايته بجروح وإلحاق أضرار مادية بإحدى عجلات الدورية. وفي حادث آخر اغتال مسلحون مجهولون موظفا في دائرة الهجرة والمهجرين بإطلاق نار عليه في منطقة الفيصلية شرقي الموصل.
هذا وأصيب إمامه وخطيب جامع السلام الشيخ عبد الله نجم بجروح خطيرة إثر هجوم استهدفه بالقرب من منزله في منطقة حي السلام جنوب شرقي الموصل. أكدت وزارة الداخلية العراقية بأن قضية تغيير القيادات الأمنية في بغداد والمحافظات هو شأن خاص بوزارة الداخلية لوحدها. وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن إن الداخلية ومع احترامها لكل العناوين في المحافظات والمجالس والحكومات المحلية إلا أنها لا تسمح بتدخلاتهم في هذا الموضوع لأنه شأن داخلي متعلق بها. وأكد البيان أنه يجب على المحافظتين المعترضتين على تغيير قادة الشرطة وكما هو الحال مؤخرا في محافظة نينوى تغليب مصلحة بلدهم أولا ومحافظاتهم ثانيا وترك هذه الاعتراضات والمناكفات التي لا تصب مطلقا في استقرار وأمن البلاد. ونذكر مرة أخرى مشاهدينا بالخبر الذي يختص ويتعلق بقضية موقف المملكة العربية السعودية من تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة، حيث رفضت المملكة تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهمها بأنها تكن الحرب على العراق هي وقطر. وقال مصدر سعودي أن الغاية من تصريحات رئيس الوزراء العراقي هي الإخفاقات التي وضعت العراق تحت خدمة أطراف أسهمت في إذكاء نار الفتنة بشكل لم يعهده العراق. وأكدت السعودية أن سياسة المالكي عرضت العراق لمخاطر وطنية. وقالت المملكة عبر متحدث رسمي أنها تقف بشكل واضح وقاطع ضد الإرهاب أيا كان مصدره وشكله. بعد أن حصرت أزمة السكن سكان العاصمة بغداد يلجأ الكثير من البغداديين إلى تقطيع منازلهم وتحويلها إلى منازل أقل مساحة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء الحديقة المنزلية التي كانت بالماضي القريب أساسية في تصاميم المنازل البغدادية. تفاصيل أوفى حول الظاهرة في تقرير من سهيل متابع. هذه البيوتات كانت في الماضي القريب بيتا واحدا يضم حديقة تجمع العائلة في أوقات يكون الجلوس فيها مريحا نفسيا ولمختلف الأعمار. يعني أنا هسه بيتنا عائلتنا كبيرة، فالحديقة نعطيناها لأخويا بنا بيها، فصار بيتنا خنقة حقيقة. أبسط سبل للحياة الراحة النفسية، إحنا ما جاي نجيتها بأي مكان، فضرورة إن توجد بالبيت. منازل بغداد اختفت منها الحدائق بعد أن حولها أصحابها إلى مشاريع سكنية وسط أزمة سكن يصفها سكان العاصمة بالخانقة. العوائل يعني كثرت أبنائها، فقام يعني يبني له مجتمل أو غرفتين يبنيها، فتلغى الحديقة يعني ما له وجود المنزل، فقعدت اختفت في الحدائق. يعني هذا أمر طبيعي، تصير تدري المساحات قامت تقل. الموظف يعني زين إذا الحق على 100 متر 100 متر شو طلع من الحديقة شقد. ويلجأ البعض إلى عرض بيوتهم للبيع أو هدمها وبناء بيوت أقل مساحة. أما بسبب زيادة عدد أفراد العائلة أو طلب لمورد شهري سهل لصاحب البيت. لطالما كانت الحديقة المنزلية جزءا أساسيا في تصاميم المنازل البغدادية، لكنها تحولت اليوم بسبب أزمة السكن إلى ماض لا يعود. لشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد. تجمع العشرات من المحتجين أمام مبنى مجلس محافظة بابل احتجاجا على قطع المياه عن ناحية الطلاع التابعة للمحافظة، واتهم محتجون غاضبون جهات متنفذة في مديرية ماء بابل بقطع مياه الإسالة ومياه الري عن الناحية لأسباب مجهولة، كما حذروا من أن الكثير من العائلات في ناحية الطلاع تشرب حاليا من المياه المالحة ومنذ أشهر بسبب قطع المياه. طالب المحافظة، احنا هذا قرية الطلاع اليوم صار لنا 10 سنين، 10 سنين هذا الموال، كل سنة احنا ما عدنا لا رواتب لا عدنا شغلة، عدنا هالزرعات ذني، هالزرعات يموتن كل سنة، كل سنة اللي حاط 10 ملايين واللي حاط 5 ملايين
واللي بايع حلاله حاطه بهالفلاحه هاي. مي ما عاد لنا الزرع وحلالنا ساب وعوائلنا سابت وحرنا وين نروح؟ تهجر الجن مدير ناحيه قلنا نروح للمحافظه، اجينا لجينا المحافظه وما يسوي لك وهاي الخزانات مال العراق متروسه مي، والعراق مهدد الفيضان وقاطعين علينا المي، حرنا والله. مدير ماء بابل يقول لي روح اني اجيب لك بواري، يوم يصرف ماكو، ساعه انابيب ماكو، يعني ما يصير هالحكي هذا، انا يوم كل اسبوع، انا الله شاهد لا راتب. واول شيء انا بالنسبه لي متضرر من السياسيين، انجلدت لما قال الله بس، بوري مي ما حصلت، اشرب، بوري مي اشرب ما حصلت، وانا كنت حكي هاي، هسه انت مدير، مدير مدير مي، المفروض تصير عندك اخلاق. ماكو؟ ثلاث ايام ما سبحان من ورا المي. يعني مشكلة مصيبة الله وكيل مصيبة، كل الدنيا عندها مي واحنا مي ما عندنا، لمن نشتكي لمن نروح؟ يوم مباشر يوم مباشر وكل شيء، لا كهرباء ولا تبليط ولا مي، هسه كلها بالله قلنا ما يخالف، هسه حتى المي حتى نزرع عبد العوض نعيش عوائلنا ما ينطونا مي، احنا هالدقة ما صايرة لا كهرباء ولا إسالة ولا ماكو شيء عندنا، ماكو شيء هسه ينطونا مي. أقرت السلطات الماليزية بأن عمليات البحث على طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية الماليزية لم تخبر عن أي نتيجة بعد مرور أكثر من 72 ساعة على فقدان الاتصال بها. وقال مدير الطيران المدني الماليزي أزهر الدين عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي، قال إنه لم يتم العثور على أي شيء يمكن أن يكون مصدره الطائرة، مضيفا بأن الطيران الفيتنامي رصد حطاما قد يكون للطائرة قبالة سواحل البلاد الجنوبية، لكن أي تأكيد لم يرد حتى اللحظة. هذا وتنتظر السلطات نتائج تحليل أجري ليعين من وقود رصد في البحر على مقربة من جزيرة توشو، فيما تتواصل عمليات البحث في جميع الاتجاهات والتدقيق في كل الفرضيات. في الشأن السوري، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش السوري باستخدام الجوع كسلاح حرب، لا سيما في حصاره لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق. وقالت المنظمة في تقرير جليل إن نحو 200 شخص فارقوا الحياة في المخيم الفلسطيني بسبب نقص الغذاء والدواء، بينهم 128 جوعا منذ شدد الجيش السوري حصاره للمخيم في تموز يوليو، ما يعني بذلك إدخال الأغذية والأدوية إلى آلاف المدنيين. وقال مسؤول المنظمة في الشرق الأوسط فيليب لوثر إن الحياة في اليرموك أصبحت وبشكل متزايد تفوق القدرة على التحمل بالنسبة إلى المدنيين اليائسين الذين يجدون أنفسهم يتبورون جوعا وعالقين في حلقة من المعاناة لا سبيل لهم للفرار منها. لهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الحصاد، وقبل الختام إليكم تذكيرا بأبرز عناوينه. مواجهات عنيفة داخل أحياء الرمادي وعمليات قصف مدفعي على أجزاء أخرى من المدينة. قدم العودة إلى الديار يشكل الشغل الشاغل لنازحي محافظة الأنبار في إقليم كردستان. تنكر اللي يجب اللي قام به نور المالكي رئيس الوزراء يوم أمس. تظاهرات لأنصار التيار الصدري ترفض اتهامات المالكي للصدر وتدعو الأخير إلى التراجع عن قرار اعتزاله الحياة السياسية. يعني أنا بيتنا عائلتنا كبيرة، فالحديقة نعطيناها لأخويا بنا بيها، فهذا بيتنا خنقة حقيقة. وأزمة السكن تحاصر سكان العاصمة بغداد، الكثير من البغداديين يلجؤون إلى تقطيع منازلهم وتحويلها إلى منازل. ختام حصاد الليلة مشاهدينا من الشرقية والشرقية نيوز، لكم من الجميع التحية، إلى اللقاء. إلى اللقاء.